وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها. وهذا من الكذب على الشيخ، لو يقدر على هدم قبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها. الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دفن في بيته، دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته له جدران وله سقف، السقف موجود من وقت دفنه صلى الله عليه وسلم، السقف على قبره موجود، سقف الحجرة. غاية ما هو أنه زيل السقف وجعل على شكل قبة، على شكل قبة. فالشيخ لا يرى أن هذا أنه منكر، هذا الرسول دفن في بيته ولا واستمر صلى الله عليه وسلم مقبورا في بيته حفاظا عليه من الغلو، كما تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته مبني له حيطان وله سقف، بقي على ما هو عليه. غاية ما هو أنه زيل سقفه الأول وجعل على شكل قبة. يتهمون الشيخ ويجعلون قبة الرسول مثل القباب التي على القبور المبنية عليها، هذا غلط. القباب المبنية على القبور مخالفة للشرع، يعني يدفن ويقام على قبره بنية وقبة أو يجعل مسجد، هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. يدفن في الصحراء مثل غيره ولا يجعل عليه شيء. الصحابة أفضل قرون الأمة كانوا يدفنون في البقيع ولا يجعل على قبورهم شيء، إنما الرسول عزل وجعل في بيته حفاظا عليه من الغلو. فألبنا على القبور هذا منهي عنه، وسيلة من وسائل الشرك، وجعل القباب عليها هذا مما يجعل العوام يتعلقون بها. لكن قبر الرسول ما بني عليه، ما بني عليه، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وعرفنا العلة أنه لأجل المحافظة عليه. وش رأيكم لو كان الرسول مدفونا في البقيع، ماذا يكون عنده من الزحام والغلو وفعل الجهال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب الله دعاءه ودفن في بيته محافظة عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأصبح قبره بدعائه في عزة وحماية وصياني. هذا الفرق بين قبر الرسول وقبر غيره من البنايات على القبور. لا يشتبه علينا هذا بهذا ونقول الرسول مبني عليه وعليه قبة، فعلى هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وجعل عليها قباب. لا، ما يصلح هذا، ما يجوز. نعم.